عينت هناك المتين الله يعتم مني في الهاتف. اي قال وقف، قلت انا عجل ودواي المسير، ربعنا دائما يقولون العجل دواه المسير. الله هل. قال وقف، قلت انا عجل ودواي المسير. قال اجل الدن الضر يمسور المقبره. الله هل. كل من فيها سكن ما تنبه للمصير ولا قضى من لازم الوقت مثقال شعره. قلت فال الله ولا فال ذا الوجه الشرير، تراني ميد عمر يجعل وجه الشرير مرم. اي لا والله ما هو شرير. قلت فال الله ولا فال ذا الوجه الشرير، كلمتك تكسر طموحي وفكري تنهره. الله هل. قال يا رجال عمر الفتى حبله قصير، غير ودك تسر بالعلم ودك تجهره. قلت غيري ما حمل هم للوضع الخطير، وهو يعرف اللي تقوله بسمعه وبصره. اذكر اللي مات وانشد مريض في سرير، وترك اللي صايح الوقت كله منذره. قلت يا رجال بشرتني جعلك بشير، اثر قولك طال عمرك تقال مزوره. قال عبرها على ما تشوف وما يصير، واعرف ان الوقت تاليه يعطيك ظهره. الله الله. لاني اقول مرتنا العشق عرضني المنقود والذله. وانا سيره كثير الناس نقادي. الله الله. ما بمحق من اللي ينتقد الناس وهو يشير بالخطا. اي عن خلق فتاتي بمثله. اها. او مثله. العشق عرضني المنقود والذله، وانا سيره كثير الناس نقادي. حب العذراء ميل بي عن المله، متى تدل الطريق الصح يا غادي يا غادي، وترى نعرف طريق الرشد وادله، غير بيني وبين العذارى حرب وجهادي. ان صدت عقلي عزفت من الهوى كله، وان ضيعوه الصبايا فالله الهادي. يلا انت حدنا طرادهم مثل من يطرد ورا ظله، يطرد مقفي ويقفي منه طرادي. وطيب النوايا لاهلها طبع وجبله، والدين والعقل مثل عقال وقيادي. وانا معي شلت وقد سبقني شله، ليلى وقيسن وعبلة وابن شدادي. والحب من جاء على من حاتها اشتله، سيل الحدور الى سال جرف الوادي. والله شقد جرفكم كلكم. الله اكبر. صح الشعر. والله اني انسى قصيد، لكن شفني جعل لي بيتين النمس. اي وابغى الزمها وعيت ما الزمها. ويش؟ بيتين امس نذيع ما دونه. يا جديده هذه طازه. بيتين والله انا ما غير ثلاث ابيات. اي اللي اقول فيها بني عمك يدك ولا صابع واخيك بهام. الله هل. بني عمك يدك ولا صابع واخيك بهام. لكن لنقطع الابهام جاء في يدك خله. والله صحيح. اي اقولها بشوف العين، ما هو بحسبه وهام، وما شك ولا ظل من هاجه ادله. الله هل. اي زر زرار ثوبك باربع اصبع يا فهام، وجرب بالاربع تفلت الحبل وتحله. هي شوف هذه، وجرب بالاربع تربط الحبل وتحل. تحل. ابغى تزر ثوبك ولا اقطع كلامك باربع؟ ما تقدر. ولا تفك زرارك؟ ما تقدر. بني عمك يدك ولا صابع واخيك بهام، لكن لنقطع الابهام جاء في يدك خله. الله هل. اقول بشوف العين، ما هو بحسبه وهام، وما شك ولا ظل من هاجه ادله. وش ادله؟ زر زرار ثوبك باربع اصبع يا فهام، وجرب بالاربع تربط الحبل وتحله. والله لا برابط ولا بفك تنزرع. انت والله اهل حكمه واهل، لكن اللي يقول الشعب ابني البيت واشد وانزل، هذه عن حياه الشعب. وش يقول؟ اي يقول جعل ملام ابن حجمه الى بغض الجبل. والله هل. ما فيه الا ربعنا اللي مثل ما انت خابر. والله ونعم. اي قد غنيت عليهم مرت وقلت، لكني ناسيها، لاني اقول والجبل خرد ذره وانت ذره. هذا اي صحيح. ف لكن انه عند هبل. اي وعنده حلال ما يذب الجبل. التحفى من الجبل اللي درس. صح. تحفى. قال جعل ملام ابن حجمه الى بغض الجبل، جعل لجهه الخضاري يشد وينزله. الله الله. يعني علب قام يمر عبل هو الحال يقول له يروح يالين يقول جعل يسك الساري اللي مربل للهمل، مرتعه زين وسحم العرابه تدهله. الله الله. ما بي الا يوم شرفت في راس المثل، من شريق الشمس لين الهمال مقيله، اتذكر كل ما جاء وراح وما بتل، ما مضى لي من حلول الدهر سقيت له، حتى الدهر اللي عندك الله اكبر متعبك لما تلهمت رايح معه شباب وامور و... صحيح. اي لا بيع ولا شري ولا عد الهلل، احسب ما فات وفرقه وجمله، ولا قصور ولا حضاره ولا عندي نخل، ولا بلاد نزرع البر فيها وفقله، ولا مراكب ندور الطمع لك بالمثل، ولا مغازي ولا مطارش ولا بحنشله،
والوظائف عفتها كل بها عن كمل لا بسواق وطاعت الأوامر بهدلة. أرشف في بنية البيت في تقعد سهل الله شاب ضوم في ظلالة والأرض مسيلة وان بغيت أشد في كل واد اللي محل بارق النرعى نباته وذاك أخيله شرب در في البراري ورعي في السهل هو هواي وطربتي في حياتي مكملة الرضي ما له سوان به كثير إنه يقل ما كثير المال بيد البخيل يجمله يا حسايف ما مضى واللي نبغي ما حصل شاب راسي والليالي جداد مقبلة ما أدري ليش شاب راسي الفتاه له بدل إذا بغيت من العمار إجداد أبدله أي. ثم ردها صوبي أنا ذمة أروح منه ولا أنا ولا العاقل مهم قراك باللي ما مشت بالعدايل والرحل الله قد لها 6 سنوات النديب محيلة 2 وامها هجل ما جاها فحل واربع مرة تودب ومر ممهلة من خيار الجيش حائل وحليها جمل بالمساري والفرج والرديف مدهلة نصها اللي بار فينا ودار فيه البدل شادي بين القبائل وطبعه بدله. طيب قفيه قصيده اللي يقول قالوا اهل السالفه من مدح حظه يطيب. غير حظي قال حناب ما زيد ابتسم. اي. ولا هدف يرمى ولا كل رماين يصيب. كم من هو رسمها على المرمى رسم. والمراجل هضبه عاد مرقاها تعيب، مرقاها واعتلى في حجايرها وسم. نعم. وقد بغيت اسمع نصيحه هل الراي الصعيب ردني طار طرالي ولا ربي قسم واحسب من خالد دسم في لبن ولا حليب بس حتى في الرجاجيل خالين الدسم واجد اي واجد في بيت انشعوا به الناس وبعضهم قال لابن تخيل وهو ابن تخيل نعلق عليه قال هذني معنى قاف ابن حزمت على معنى عجيب يوم قال في الرجاجيل منزوع احنا ما نقول منزوع الله يحجاد على الوجيه والسامعين ومن شاهد نقول فلان منزول لكن انا قلت اثر حتى في الرجاجيل خالي ندسه نعم اي نعم وهو قال يبغى يغير هذني قاف ابن حجم على المعنى العجيب يوم قال في الرجاجيل منزوع الدسم لا تحزن بالرد تحسب الراس صليب كيف تبقى تمرة عند مصاصه العجل هو قصيده زي وشاعر الله الله تخيل ودي عارف لا لا غير من تخيل قال كرمه الاحباب الاحباب بعض الناس يقول لا عاد تسجل قصيده بي وانا والله وجداني انا ما اعرف الا سيده صح لا انا قلت الهندي سيده سيده انا والله سيده هو لا يدخل القلب راح لي بني تم عمها وعينه خاله الله يرحمه قد توفى مظهر من شقته مستاجر اي وقام ببنات الشيخ عبد الهادي بن سعيدان احدهم عزبتي وفرقوا لها وقالها اتصل يا بنت فبيش يرسل لنا دراهم ان قصيده تبقى قصتها تجي لها حلو ملح اي قالت ها يا بت ارسل لنا دراهم ارسلت لهم دراهم والشاعر ترى الشاعر اللي تهيل من براد ما قصيده يجي زين حتى لو انه شاعر صحيح لكن لا قد لها هيض ولا غيض زانت اي والله اي يلا انت اعطيني الستر والرزق الحلال هذا جزء من الحياه اللي انت مشت منها شو قد بتكفيني من نشتك التاليه يلا انت اعطيني الستر والرزق الحلال يومني عبد فقير ان طلبتك يا غني سبحان التجاره طاعت الله وطيب في الرجال الرذيله قال انا تاجر ما همني والله المراجل مكسب والعقيده راس ماله سمعت الماضي كم البيت يبغى له بني قبل حال فني ما تعنى ورقيله وقال منشد اللي يدغم الحكي وش انت تعاني المناهج بينه والحمول الهاجمال ما يشل الحمل الا ثقل من حيله وني صحيح وابشري باللي طلبتيه مني يا منال دامني حي وربي برزقي معتني لا لي اعذار ولا لي عن الواجب مجال وطيب قلبي للضعيف يحني راسي يحني يا منال ان الدهر فيه ميل واعتدال ماني افرح له صفه واحتمل له ضدني عارفه ولا صفالي لربي كل جال والشدايد والرخمه تغير معدني وعارف الايام تمضي مع ميل الظلال كل ما قد مر بسلاف قومي مرني الضحى صبح ولما الفي الظهر مال ما خبرت بنادم في حياته مهتني والفتى والكثر والقل تاليته زوال يا مراهني على ذا الكلام اخذرهني ان حصل شرب وطعام ومان وستر حال من حفر قبري لما مت جاني بكفني صحيح الله 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 شاف ابن وبران عايل ابن وبران رفيق لي وللمطاليق كلهم وظفر
وطيب و طراه يوما كتقول له بغيت ولا شيء. انا ماني عارف الوح له ما تعرف اي ما نعرف له كله. يبقى اقول مره صوبه طلبنا عالم الغيب من يرجيه ما خاب سبحان ولا يحزن من الله مو له حسيبه سبحان جواك هو القادر على ما يريد ورب الارباب وصلى الله وسلم على طه حبيبه. خليه يمشي خليه يمشي يقول اللي بفكره يعدي كل مرقاب حصيله هم واحزان ودموعه ضريبه الله هل يقول اللي بفكره يعدي كل مرقاب. بعض الناس يقول ذبيت مرقاب انا ذبها بافكاري الله هل اي يقول اللي بفكره يعدي كل مرقاب حصيله هم واحزان ودموعه ضريبه. نقول الوقت دوار لكن عارضي شاب كلامي فيه مشروه وسكاتي مصيبه. يا عايض يبيض الوجه يا فزعه من ارتاب. انا وقتي خصيم من يجيني منه ريبه. يا واف الشبر عند القريب وعند الاجناب ورع الطيب ما له رصيد ان كون طيبه. والله اي تصاريف الليالي تبين بعض الاصحاب هم الذبح النظر في البعيده والقريبه. وانا لا احتجت للظافرين ادخل مع الباب اقول الصدق واللي يجيب الله يجيبه. ولا لعزوة تنبرد الى كل حناب اللي ما هو فزعه زماني وشبيبه. الله هل اي كثير الناس عاشوا على السمعه والانساب وقولت جد جدي زعيما للكتيبه. الله وهو في موقف النقص لا ودى ولا جاب وعاد يبش الناس لان يبين عيبه او ياخذ روحه. الله الله ها وعاد يبش الناس اي بعض الناس الحين تلا لقدهم اعتنزل على فعل وجد ومكان وابلش الناس وهو بيعين فيه قال حياتي بي ثلاث اشياء ان جاك الديان بدينك فخذه صح ونعتذر لك رجال وان شايف ان خطاه صدقه ما بلاه يكذب لا تعلمه بكذبه صح. ما اجعله يكذب الا ما شيمتك ولا هيبتك انه والله صح اي ونحدد النقاش بينك وبين الرجال فاشطر من المعورات لا تجيب الكلام اللي بيعينهم فيك شيء ما تدري به. صدق. اي. ولا بيحطون فيك شو ولا يحطون شيء ما هو عندك. نعم حتى بيعينهم. اي. كثير الناس عاشوا على السمعه والانساب، بعض الناس الحين عايشين على جدنا فلان ابن فلان ابن. وبعضهم والله حماه. بعض الناس. كثير الناس عاشوا على السمعه والانساب، وقولت جد جدي زعيم للكتيبه وهو في موقف النقص لا ودى ولا جاب وعاده يبش الناس لين يبين عيبه. الله صح لسانك عزاهم صوت. عزانا حاصله حاصله. وش القصيده ذيك اللي يقول يا كم مرات يا الايام هلاقه اي وش قصتها يا ابو؟ اي هذه عندك ابن سحمان اي راكان ابن خالد اي اي اقول والله كاني ناسي ان اولها لكن يقول قصتها ولد من عواننا كان مسجون وجيت له شامي عجله ابيض وجهه والسامعي استاهل ابو محمد مع ان الامور ما جات على الكيف لكن ادى المجهود اي انت ما تعرف لما عطى الرجال كرامته وعلمه الغانم وهناف مالك ولا ويكلف مثل ما قال ابو سيف ما انت منزل طيب صحيح اي يبقى اقول ما فات رزق ولا عجل انقضى حاجه صحيح ولا انا بالتماني كل متمني ولا تعرف الرفيق الى ان تحتاجه يصلح قويك ولا يخلف الظني يا كان فقدنا رفيق مبين مفاجئ ما كل سن يعوض فيك يا سني مرة جينا المشاكل ضرب خلاجه واقول بقعه تعدت وين هي مني ومر لها في بعض الاحيان عواجه تاخذ رفيق الا منه غاب يحزني وين انت يلي طريق الصدق منهاجه سيف يسنه جفيره ما يبي يسني ركان ابن خالد اللي سمعته تاجه طيبه ومعدن هلا شجعني اغني اصلا عريب ومعجبني تبره هاجه يا فرحه اللي من قصد الدار متعني هذا ابن حثلين جده شيد ابراجه في ساحه المجد يوم المدح مدني الله سقم المحارب وضيفه يضحك احجاجه ابو المراجل وبعض الناس متبني لو تبرد المرجله تحمى على صاجه انشد ربوع الجزيرة واستمع مني نعم. أنا كلامي كذا ما فيه عرواجة رعى الوفاء في مكان الصدق يرهني الله لو أمدح الهزم جاف القافل إجلاجة الظفر بعلومه الدربة يعاونني الله هل الله الله.